سلامتكم ومرحبا بكم. البارح قيس سعيد حل البرلمان، وانا شخصيا اعتقد انه ما فماش حاجه جديده، يعني البرلمان كان محلول بطبيعته. وانا ما اللي صار البارح هو انه ثم فخ تعمل له وهو تحته نقز فيه، وهو نقز فيه من اللي سمع بانه باش يصير اجتماع بتاع جلسه عامه للبرلمان، وبدا ينتقد كيفاش عن بعد وكيفاش على شنو وكيفاش ينعقد وما عندوش الحق اكسترا، واش جاب جماعه المؤسسه الامنيه والعسكريه والدنيا كل مستقبل بها في واقع الامر باش يصير البارح يتيح في الفخ بشكل بعد الاجتماع بشكل مفضوح، ويجي يسكر على جماعه التطبيقات ويولي بعد يتهمهم باتهامات بالانقلاب وما الى ذلك. وهو كان المفروض انه رجل يتماسك اعصابه وانه يعتبر انه ما دام عنده السلطه الكل في يده بالدعم العسكري والدعم الامني شو اللي مقلق؟ هو عارف روحه بينه وبين نفسه انه انقلب على الفصل 80، وعارف روحه انه بالنسبه لي هو الغايه تبرر الوسيله، منقلب على الفصل 80، لكن يقول لك انا عندي غايات نبيله قاعد نخدم عليها باش ندركها ومضحي بالفصل 80 ما يهمنيش فيه. هو حر في القرار هذا ما دام لقى لي دين وما دام لقى تأييد من السلطات العسكريه والامنيه فهو ينجم يتمدى. ويعتبر الجماعه هذوكم انهم اجتمعوا في نادي ثقافي وانه اللي يقولوه الكل ما يلزموش ويظهروا قدام الناس على اساس انه ديمقراطي وانه الناس ما زالت تجتمع على روحها ما عندوش مشكل معها. هذا الانسان اللي فاهم واللي مسك عقله واللي تحكم في اعصابه واللي في حجم انه يكون رئيس دوله. ومن نتيجه تاع الالتحام تاعه في الفخ شنو اللي صار؟ صار انه تكشف قدام العالم وتكشف بالمورد خاصه بالمبررات اللي قاعد يعمل فيها. كشف انه الدستور بالنسبه لي هو خرقه مش على المقاس كما قال على الجماعه الاخرين، لا خرقه ما عادش عنده حتى معنى. لانه هو نهار علقوا الدستور وما حافظ منه كان من الباب الاول ولا الباب الثاني. ونهار هاو تورجع له على اساس انه عن فصل 72 ما عنده حتى علاقه بحل البرلمان. ما بدا عام ما عنده حتى علاقه. بطريقه اخرى قبلها بنهار يقول انه لا راه ما عندوش الامكانيه نتاع حل البرلمان، القوانين ما تبيحلوش. يوم تغدى تولي تبيحلو. كيما تفسيره الفصل 80 وغيره، يعني القوانين في تونس ما عادش عندها حتى قيمه، ما عادش عندها حتى معنى. ثم حكم الامر الواقع بالشخص الواقع بالشخص هذا الوحيد اللي بالدعم تاع المؤسسه العسكريه وتاع الداخليه كهو. وعنده الشعب المختار اذا كان موجود مجموعه تاع ناس مازال يمكن تمن به ويظهر لها اللي هو مازال حامل الفكر ولا نجم يعمل حاجه بلاد. وعامه الناس الاخرى الكل ماهيش باهيه. ما تجي حتى شيء هذوكم كراي في البلاد فهمت؟ هذا هو التصور. يعني لا فما مؤسسات، شنو يتحدث على مؤسسات؟ ما بقاش مؤسسات. يعني هالنواب هذوما يا اخي اللي يحب يتبعهم باش يحل ضدهم قضايا، شنو دعاوا؟ هما قالوا له راهو الاجراءات هذيك استثنائيه تلغى. انت عندك الضمان في يدك، اسمعوا فلت. قالوا لك ايش اعمل انتخابات تشريعيه ورئاسيه. وقت يقول لك ايش عملت انتخابات تشريعيه ايش معناها؟ معناها حل الروح بطبيعتهم هم. قالوا لك انا حالين الروح نحن. ايش عملنا انتخابات جديده؟ ورئاسيه انت خايف انت تتهم فيهم انهم هم خايفين من الناخبين. تاك انت خايف من الناخب. هم قالوا لك ايش عملت انتخابات رئاسيه؟ ايش تقدم انت؟ عاود تقدم للناس ما دام في 2019 ما تقدمتش بهالمشروع اللي تحكي عليه. ما وضحتوش للعباد. واليوم ماك باش تحب توضحوا انت. ايش وضحوا في انتخابات؟ وخذ انت تأييد من عند الناس، هاو يقولوا لك عندك نسبة كبيرة تاع الرضا تاع التوانسة، ايش لعبة الانتخابات للتوانسة وحدثهم وتوا تصير دي ديبا مع ناس أخرين، توا الناس توا تشوف الحجم تاعك الحقيقي وتوا تعطيك، توا تعاود تجدد لك الثقة من جديد بحول الله، وتوا تحقق النامة تاعك، ايش بيك خايف أنت من الانتخابات الرئاسية؟ تفضل، انتخابات تشريعية هما حلوا روحهم، وأنت كيف، أنت توا يعني القضاء ما مشيتش تقدمت له في المخالفات نتاعك الانتخابيه ما كنضيف انت هاو الناس طلعت نظاف وانت طلعت مدنس ما دام خايف انت ما تقدمش وانت تو تلوم على الناس انها تحافظ قاعد الناس محافظه على الحصانه وتحب على الحصانه هاك محافظه على الحصانه انت ما تخليتش عليها وتخلى على الحصانه انت كيف باش تظهر انه القانون يطبق على الناس الكل وانت ما تخباش على الحصانه وتظهر وتدخل الانتخابات كيف من جديد ما دام انت تمن انه الشعب هو صاحب السياده فترجع وتقول له اعطيني تفويض يا سيدي في البونت وفي الجماعة هذوما الكل اللي هم واقفين كالشوكه اعطيني تفويض على مشروعي وبرنامجي وتحب على الاستفتاء فماشي استفتاء خير من الانتخابات اي ترى فماشي استفتاء خير من الانتخابات
تفضل ادخل ورينا المجال بتاعك. في الحال انت هذا كله ما تعملوش، لانه الاساس في الموضوع هو الصدق، وانت اللي يتبعك ويعرف يعرف كلك كل يوم تقول كلام داخل وخارج، انا موضوع الصدق هذا لا ما مش موجود مع الاسف. يكون عندك صفات اخرى من الصدق زي شوي. فهذا هو اللي الحب يفهم في الحال، واللي مازال ما هزته نعوره وهزته درا شنو تو الايام الجايه يشوف التبعات نتاع اللي قاعد يصير، يشوف يفهم علاش فرانك ما دخلش من 25 جويليا للبلاد وقت المجلس النواب كانت خدمته نهار كامل هو يصح القروض زعما بعفويه بامر بفعل فعل يا اخي. هو مش كتب نتاع الامارات وزاد قلب ودن كلمه كيف كيف، علاش ما بعثوش نتاع الامارات؟ قال قبل ما تفكروا مصر وقت عملت الانقلاب نتاعها الفلوس انضخت بلا بلا يعني الله يعلم كيف قداش. هنا لا هنا علاش؟ خاطر ثم فيتو صار وقفوا هكاك اربعه هكاك وربحوا. وحتى كان زوز الملاليم اللي جايين من البنك الدولي تاع اليمن هذوما راهم هكا المنحه اللي عاطينهم العائلات المعوزه كاو 150,000 ولا قداش حكيت لكم، احسبوهم الحسبه اقسموهم على 900,000 عائله تلقاهم قد قد تجي الحكايه. فالبلاد باركه وباش تزيد تبرك وماشي الاوضاع سيئه، والسيد قاعد يشجع في المناصرين نتاعو اللي بقاو على انهم يعطوا الشارع وعلى الاقتتال الداخلي. يعني احنا ما بعدنا وقت ما نخدموا على وحده وطنيه ونخدموا على العزايم تتحرك ونخدموا على الناس تتلم على بعضها وعلى ننهضوا ببلادنا ورانا نخزروا ورانا مش خطط. شوط كبير ياسر راهو من 2019 لتوا عمال قاعدين نخدموا. مع الاسف هذه الشعبويه قاعدين ندفعوا في الفاتوره نتاعها. يمكن الحاجه الباهيه هو انه الشعوب تصاب بالشعبويه. برشا شعوب مرضت بالمرض هذايا، والمرض هذايا وقت يقع استئصاله طبر الشعوب هذيا، وعلى الاقل تتخلص من حاشاكم الافه اللي هي تقعد فاكسيني عليها على طول فما عادش تلصق فيها. على الاقل هذه يمكن الحاجه الوحيده اللي باش نربحوها بعد الفتره هذه التعيسه اللي قاعدين عايشين فيها. فحتى تجدد لقاءنا ان شاء الله بكم في فرصه اخرى، اتمنى لكم اطيب الاوقات. كان هذا حديث يوم الجمعه استثنائيا نهار الخميس ونهار الجمعه. الى اللقاء.